النهارده تم الاعلان في الولايات المتحده الامريكيه انه في شركه خدت موافقه وكاله الاغذيه والدواء الامريكيه الاف دي اي انها هتبدا تنتج الفاكسين او التطعيم ده، هتبدا تنتجه في شهر يوليو اللي جاي. هل دي تصورات واقعيه فعلا يا فندم؟ لو تتذكر سيادتك، لو عدت سابقا الى مرحله مبكره، توقعاتنا كانت بتقول ان عشان يطلع فاكسين او تطعيم ينتج بصوره تجاريه ويتداول في الاسواق احنا مستحتاجين من 6 إلى 9 شهور. ايوه ما زلنا برضو هذه المرحله، بس الفكره كلها 6 إلى 9 شهور دول كان بداوا من شهر 2 أو شهر 3. اعتقد التطعيم غالبا مش هيبقى متاح الا في شهر 9 أو 10 أو 11.